وعم تتعبوا حالكم وعم تتعبوا البلد وعم تضيعوا وقت البلد، وهذا توقيت خاطئ والعهد ما فيكم تسقطوه. كل واحد منهم كله خير كله، بس خلى واحد منهم كله خير كله. التهامين من قبل هو، نعم. ما بيمثلنا، بيمثل ضحيته بس، ما بيمثل اكثر من ضحيته. طيب. بس احنا بدنا نقول له شغله واحده، بدنا نوجه الكلام للشعب اللبناني كله هون. نحن حنضل بالطرقان، حنصير في عصيان مدني، حنضل نفترش الطريق. في شخصيات وفي جهات اليوم تعتبر انه هي بتدير الحراك وبتمول الحراك، بعض هؤلاء هم من الفاسدين بل من الاشد فسادا. خطاب السيد هو دليل انه في خوف من الشارع، لانه الشارع كل الشوارع بما فيها شارع بيئته عم يتخلى عنه، عم يتخلى عن كل السياسيين. لا، في تجمعات وفي شخصيات قطعا ترتبط بسفارات أجنبية وبأجهزة مخابرات أجنبية. أنا مواطنة لبنانية وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا مواطن لبناني وأنا عم ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. في ظل ما يمكن أن يكون استهداف على المستوى الدولي والإقليمي، الفراغ سيؤدي إلى الفوضى، الفراغ سيؤدي إلى الانهيار. خطاب السيد ما بلبي المطالب والتطلعات اللي الناس نزلت لأجلها. حزب الله موجود بهذه الحكومة، إذا كان مشارك أو ساكت عن الفساد واحد. الناس نزلت لحتى تقول بدها الحكومة تسقط، بدها سلطة أفضل، بدها بلد أحسن. عنا تطلعات كبيرة، عنا طموحات، رح نكره البلد. اليوم بلشنا نحب البلد، ما بدنا حدا يسرق منا هذا الحلم اللي عم يخلق عن جديد. ومستمرون.